الخبر الاول اللي عدنا عن انس الشايب وبيسان اسماعيل وليش صاروا يتبتبتون. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول بيه انه حساب انس الشايب تهكر على حساب الانستغرام، فهم كلش متضايقين وحزينين على هذا الموضوع، وراح ينزلون مقطع اليوم وراح يردون بيه على الكل، واتوقع من اشخاص حيردون هو جواني حيردون عليه. المهم راح احطكم هذه الستوريات تشوفوها وتفهمون اكثر. حبايب كيف حالكم؟ شو الاخبار حبايبنا؟ بدنا نحكي لكم اشي، في كثير اشي من جواتنا بوجهنا ومزعلنا. ليش؟ لانه حبايب احنا الحمد لله رب العالمين نيتنا صافية واخوية من جوا، وبنرفع راسنا فيكم وبنعرف جمهورنا بضرنا وبحبنا ومعنا على الموت. بس حبايبي في مواضيع كثير بتضايق، حسب الله ونعمل وكيل في مولاد الحرام. حبايبي والله قاعدين بنصور ومبسوطين، الا جاني خبر حساب الانستغرام تسكر تهكر، ما بعرف شو صار فيه. وكمان صفحة بيسان عليها مخالفتين، وكمان مخالفة بتطير اجا كمان مخالف امبارح. فحبايب ما بعرف، حسب الله ونعمل وكيل في مولاد الحرام. ايه رايك حبايب؟ ان شاء الله اليوم في فيديو رح نحكي فيه كل اشي جواتنا، ان شاء الله رح نحكي لكم كل شيء بالفيديو اليوم وتعرفوا كل شيء، لانه خلاص الوضع زاد عن حده وصار كمية الحقد والاذى مش طبيعية. لتهوا بحالكم وتركوا الناس ولا بقى تحقدوا، استنونا حبايب اليوم خليكم بشغلكم منعبكم. هواي من الاشخاص توقعوا انه محمد جواني هو اللي هكر حساب انس الشايب، ولكن هذه معلومة غير صحيحة. فحسب الصور وصلتني اساسا الحساب ما تهكر، وانما بسبب الابلاغات تم حذف الحساب الانستغرام شخصيا. على كل، خلينا ننتظر مقطع اليوم واكتبوا لنا بالكومنتات هل تتوقعون عودة باب الحارة او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن دايلر ونزول اغنيته الجديدة بعنوان هذا طريق الكفاح. طبعا هذه الاغنية هي حتكون شارة الفيلم الجديد اللي راح ينزله قريبا على قناته اتوقع. فبالنسبة للاشخاص اللي ما سمعوها راح احط لكم رابطها بالوصف، روحوا كلكم شوفوها. وبالنسبة للاشخاص اللي سمعوها يكتبون تقييمهم لها بالكومنتات اذا عجبتكم او لا. الخبر الثالث اللي عدنا عن ياسو تي في وماريانا والمشكله اللي صايره بيناتهم. فصحيح ياسو طلعت من فريق فافانابولي، ولكن علاقه الصداقه اللي كانت ما بينهم ظلت مستمره الى ان انقطعت من حوالي يومين، بحيث كل واحد بيهم الغى المتابعه على حساب الثاني بحساب الانستغرام. وطبعا اكو تفسيرين للموضوع اللي صار. التفسير الاول واللي هو وسام تيكت طلب من ماريانا انه تلغي المتابعه من حساب ياسو بالانستغرام، اما التفسير الثاني فهو ريدر وبسبب اغنيته الجديده اللي كانت ديستراك على اكثر من شخص، ولكن كان من بيناتهم ماريانا يمكن تحسست من الموضوع وقررت انه تنهي علاقتها ويا ياسو. فاكتبوا لنا بالكومنتات اي تشوفون هو اقرب للحقيقه، وادعتكم تحريات ايضا اكتبوها. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون فايز زي مقاطع مملكه القصص. وبس مع السلامه.